ادي امامنا بقى هنا اللاعب محمد اسامه، هو اللي قطع الكره محمد اسامه. بترجع الكره من اسلام لمحمد اسامه مره ثانيه، اسلام عبد الله، اسلام عبد الله في وسط الملعب، استلام من طايمه، طايمه بيلعب الكره هناك ناحيه شمال عند اللاعب مازن اسامه، بيلعب كره عرضيه حلوه وجول. الهدف بقى الاول في مباراه اليوم، ادي الهدف الاول في احداث هذا اللقاء، لعبه راسيه من اللاعب عبد الرحمن شريف في المره الاولى، والمتابعه بقى في المره الثانيه، والهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم، الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء بلعبه راسيه جيده ولعبه راسيه رائعه وجول 1-0 للنادي الاهلي. مازن اسامه لعب الكره العرضيه، عبد الرحمن شريف في المره الاولى، وادي بقى سمير محمد في المره الثانيه وبيسجل سمير محمد في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، الهدف الثامن ليه على المستوى الشخصي والهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم. يا عيني على الجمال، سمير محمد بابا المجال بيسجل هدف اول للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ادي العرضيه النموذج، وادي بقى اللعبه الراسيه الحلوه من عبد الرحمن شريف وحارس المرمى احمد عباس، يعني تصدى في المره الاولى بشكل جيد، ولكن المتابعه من اللاعب سمير محمد في المره الثانيه اللي سجل بقى الهدف الاول في مباراه اليوم.